شو اسمك؟ جنات. جنات. وانت؟ كرار. كرار. يا صح. انا مبطل. ليش؟ ظروف من ورا المحل. شو بيه المحل؟ ما حد يبقى بيه بس انا. شنو محلكم؟ مكتب ما سياقة، تعليم سياقة. انت تعلم سياقة لو بالمكتب؟ انا بس بالمكتب قاعد محاسب مدربين. ايه. بالميزة بانك. حلوين. ايه. نساء اكثر لو رجال؟ لا نساء. طبعا نساء، وين اكو واحد يجيك يقول لك علمني سياقة؟ ايه صحيح. ولدنا ام الله يستر عليه بنزلوا للشارع لا عنده اوليات ولا شيء ويتعلم، احنا لا لازم نتعلم. ايه لازم. شنو منو اكثر زبونة دائما تخافون تدربوها او تترددون او تشيلوا لها هم؟ البنات يخافون. شنو يكون ردة فعلكم انتم كمدرب؟ لا احنا طبيعي قصدي كل كادر طبيعي عندهم لا يتعلمون. ايه تنعس النجاح حسيت من 100% اللي يعفوهم. حلو. زين انت شو وقت تداوم شو وقت ترجع للبيت؟ 8 للسبعة بالليل دوامنا. 8 الصبح؟ ايه 7 بالليل. الله يساعدك. عفو المدرسة ما لها وقت. اه ايه مدرسة ورا 8 بالليل؟ لا وين. زين هو انت جنات شنو روتينك وشنو تسوين خلال يومك؟ روتيني اني اقعد انظف البيت مشاكل انا وامي. انا الحين خاف اتابع. الله يعني خاف عباش نسينا المشاكل ذكرناها. شويه ملحة قمنا. شلون؟ مو لا هي. يعني تلح خالة. جايه بالشغل انا شويه عاند. اوكي زين بعد. اه هي مرات اني اطلع انا وصديقاتي اجي للمول كل اسبوع هيك روتين عادي. كل اسبوع تطلعين؟ مو كل اسبوع معين يعني نطلع انا وبالخالة مرات انا واخويا. حلو زين ليش دائما عندك انه مثلا التنظيف مسؤوليه وعناد ليش بتحبيه؟ لان انت مثلا مو موظفه وما تدري قمت من كيفي. ها اليوم شو عندك؟ هي صخرتني وقمت شو تقول؟ باعي اللعبك الف كلمه يلا تقومين. اه خاله النظام سيستمك شنو قولي لنا واحنا ننظف. شفتي؟ زين شنو احلى شيء بامك؟ كل شيء بيها حلو. الله ان شاء الله. غمازات هذه يا عمري جميله الله يستر عليها. يعني بطبعها شيء حلو. هي كلها حلوه يعني من فوق لي جوا. ليش عندينه يا يعني انا بيا طبيعه ما بين لها حبه. ما عندك شم يتعبوها بالشغل. يتعبوها بالشغل. تدافع لها؟ ادافعها غير عمتي. هو عمت انت عمته؟ بخالة. هو بخاله يصير امي عمته. اي بنت عمته يعني مو عمته. اي بس تدافع لها يعني جوز عمتك هي صح؟ اي عمتي صحيح مريضه وهاي مجنون. انت ويا من؟ ويا عمتان. شو ما حسيت شو ساعه وياك ساعه ويا عمتي؟ لا لا هو ويا عمتي. مريضه شلون قمت تشتغل؟ قولي لها ما تشد حيلها. هي مريضه اقول لها شد حيلك ها والله التليفون واصدقائي وهاي. صحيح؟ لا يعني صادقين بي؟ ما ادري. لا بدون لا تعمل صدقين بعقله وما نكف الصغير لا يتحمل. شيبت من وراها. شيبت؟ ايه. قول لها اشتغلي وما تشتغل. ايه ما تشتغل. خطي عمتي حتموتها. صدقين بي؟ لا اسم الله طولت العمر. صدقين بي؟ طوني حل على السريع. صدقين بي؟ اي انا نفر فقير. انت واحد نفر بابا فقير؟ انت ينظم؟ على قولتهم حنونه فقيره. انت مظلوم بابا؟ اي شفتي؟ هم ظالمين؟ كلش مظلوم ماما. اخذك وياي حبيبي؟ يلا باي باي. اغذيها. والله انا دار عمتي. زين انتم كرخ لو رصافه؟ تعال شوي خلينا نروح من هالجهه حمزه يقول. عظميه. ها يعني رصافه. رصافه.